في أخبار الرياضة، يوصل المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة منتخب جزر الرأس الأخضر غدا الخميس ضمن مباراته الودية الأولى. هذا وقد أجرى الخضر أمس أول حصة تدريبية بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي سيحتضن المباراة. هذا وقد وصل المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة بكامل التعداد باستثناء ريان أيت نوري الغائب بداعي الإصابة. وكانت الحصة التدريبية مسبوقة بلقاء بين اللاعبين ووسائل الإعلام.